هكذا تبدو شوارع الحديدة، تفيض بالمجاري وتتجمع فيها مياه الصرف الصحي لتحاصر السكان والمنازل. يجتاز هؤلاء بأقدامهم، لكنهم لا ينجحون في النجاة من الأوبئة التي ما تزال تفتك بهم، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الرطوبة. لا أحد يحرك ساكنا، يكتفي الجميع بالصمت لتضاف للكثير من المعاناة الساكنة هذه المدينة. تبقى الحياة مهددة بمخاطر لا يدركها أحد، أو بالأصح بات الكل يغض الطرف للفرار من إنسانيته. تختلط مياه الصرف الصحي مع النفايات، تنتشر حولها الكلاب الضالة، ويغيب الإنسان الذي يتوارى بوجعه حول عجز كبير لا انتهاء له.